محط التعقيم للسيارات. طبعا هذا أول محطة تعقيم للسيارات في قطاع غزة تعمل على الطاقة الشمسية. طبيعي نحن في بلدية عبسان الكبيرة نحاول قدر الإمكان نستفيد من الطاقة المتجددة، نعمل طبعا حثيثا على من أجل طاقة دائما مستدامة. فكرنا بهذه الطريقة من أجل تركيب محطة طاقة شمسية طبعا صغيرة عشان تشغل محطة تعقيم السيارات في بلدتنا في أول مدخل البلدة. طبعا المكونات هي بسيطة جدا، يعني نوعا ما هي عبارة عن لوحين شمسيين مربوط بهم طبعا محول للطاقة الثابتة إلى طاقة كهربائية عادية منزلية. مركب فيه طبعا مضخة عشان تضخ السائل المعقم اللي هو مزيج من الكلور والماء. طبعا الهدف أولا تعقيم الشاحنات والسيارات اللي بتدخل إلى بلدة عبسان. هذه طبعا هذا الهدف من ناحية الصحية. الهدف الثاني من ناحية الطاقة المستدامة، نحن نطمح دائما في بلدية عبسان أن نستخدم الطاقة المستدامة أو الطاقة المتجددة في كل أعمالنا وفي كل مشاريعنا. طبيعي هذه من أهم الرسائل اللي احنا نطمح إليها. ندعو جميع أهلينا في عبسان الكبيرة بالالتزام بالإجراءات اللازمة والمتخذة المعتبرة من وزارة الصحة ومن وزارة الداخلية. اتباع الإجراءات ضروري جدا. طبيعي احنا اول اجراء هو خليك في البيت قدر المستطاع، لبس الكمامات. احنا اللي علينا انه بنحاول قدر الامكان انه نعمل عمليه تعقيم دائم للمحلات التجاريه، للمقرات، ومنها طبعا للسيارات. وزي ما انتم الان بتشوفوه الاجراءات الصحيه المتخذه طبعا لازم المواطن يشعر بها وانه يكون ملتزم بها ان شاء الله.